النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. في اقتراح بتدرسه حاليا اداره النادي الاهلي بتمديد عقود الرباعي شريف اكرامي واحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور. مش عارف الاقتراح ده يعني صح ولا غلط، مش عارف، لان انا عندي تفاصيل في الكلام ده. يعني الاهلي هيمدد عقود اللعيبه الاربعه لمده سنه، وان فايلر ما عندوش مانع من التمديد للرباعي خصوصا انه مقتنع جدا بقدراتهم